قضية التشجير، قضية التشجير من القضايا المهمة والخطيرة. الحقيقة احنا عرضنا اكثر من مرة شكوى العاملين في الخارج في هذا المجال، قصدي في مجال التشجير، يمكن دي بنتعرض للمرة السابعة او الثامنة. قلنا ان في 34 الف اسرة معرضة لمشاكل اجتماعية كبيرة، وان الناس دول بيتعرضوا لهذه المشاكل من 22 سنة سابقا، وان الناس دول اتعرض قبل كده العديد من الحلول ووافق عليها وزير المالية في اوقات سابقة، يمكن 2012، والجهاز المركزي ورئيس الوزراء ايضا وافق في هذا الوقت. ولكن من فترة بدأت القضية تعود للاضواء مرة اخرى، وتحدث اكثر من وزير وقال والله احنا مستعدين نقعد على ترابيزة واحدة ونلاقي حل في هذا الامر ونشوف مشاكل هؤلاء الناس ونبحث عن طريقة لتثبيتهم. وظلنا نتكلم في البرلمان وفي هذا البرنامج ونقول لهم يا اخواننا بس عودوا على الترابيزة لنص ساعة تحيي الامل لدى 34 الف اسرة. لكن حتى الان ما حدش قعد، رغم الوعود اللي تلقناها من الجميع. صبيحة يوم العيد كنا في الصلاة مع السيد الرئيس، ثم ذهبنا الى الاحتفال ب أبناء الشهداء، فالتقيت بالدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كانوا الاثنين قاعدين جنب بعض، وأنا كنت قبلها متكلم برضو مع الدكتور علي عبد العال، اتكلمنا في هذا الموضوع كثيرا، وكلم الحقيقة تفضل سيادته بأنه أيضا استجاب وكلم أحد من الزملاء زميل إبراهيم عبد اللطيف العاملين في التشغيل وكلمه الحقيقة وقال له هذه قضيتي وأنا متحملها. فاتكلمت مع السيد رئيس الوزراء مع رئيس البرلمان، قلت له يا فندم الناس دي كذا 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 اوضاعها. فقال لي بالنص، انا اول مره اسمع الحكايه دي. طب ازاي يا فندم ده احنا مقدمين شكاوي وقايلين في البرنامج وقايلين في البرلمان، طب ازاي؟ هل الناس اللي المفروض ترصد التلفزيونات ترصد ما يقال في البرلمان ما بتعرضش ده على رئيس الوزراء؟ انا بستغرب الحقيقه. لكن دكتور مصطفى مدبول الحقيقه بادبه الجم و احترامه للناس وسعيه الدائم لحل مشاكلهم قال انا مستعد اشوف لهم حل، يقول ياخدوا الحد الادنى للاجر، بدل ما بياخدوا مثلا 40 جنيه ولا 140 جنيه ولا كذا، يبقى ياخدوا الحد الادنى للاجور اللي هو ال 2000 جنيه. انا دي مستعد لها. قلت يا فندم الناس لن تقبل بهذا الامر. الناس دي ليها 22 سنه مستنيه عشان تتعين، عشان تتثبت، وده حقها. واتقال قبل كده من الدوله ان ده حقها، يعني مفيش حد بيتجنى على حد. والدكتور علي عبد العال الحقيقه طالب سيد رئيس الوزراء، قال له اتمنى ان نجد حل سريع لهذه المشكله. وسيد رئيس الوزراء الحقيقه يعني ايضا بالتاكيد يعني واحنا بنتكلم معاه واحنا بنرفع شكوانا بما نعرفه عنه، بالتاكيد سينظر بعين اخرى لهذه المشكله، مش بس قضيه انهم ياخدوا الحد الادنى، قضيه انهم يتثبتوا، قضيه انهم يامنوا على مستقبلهم ومستقبل اولادهم. ودول قطاع من قطاعات كتيرة أنا اتكلمت عليها قبل كده وقلت يا جماعة يا دولة يا مصرية حكومة يا مصرية تعالوا نحل مشاكل الناس اللي قاعدة متأزمة دي، اللي قدموا في النيابة الإدارية ولا قدموا في القضاء ولا قدموا في المحاكم ولا قدموا في شارع عقار ولا الآخرين وغيرهم وغيرهم وغيرهم، الناس دي تعالوا نشوف لهم حل. ما احنا ممكن الناس دي على الأقل حقها أنها تتثبت أو حقها أنها تشتغل. ولذلك للمرة الثامنة بأرفع صوتي عاليا إلى السيد رئيس الوزراء بأن ينظر لهذا الأمر نظرة إنسانية، وفي نفس الوقت ده حقهم، محدش طالب جميل، محدش طالب جميل، لكن ده حق الناس دي. وما جاتش يا فندم على 34 ألف أسرة دول، ما جاتش، ما ياما صدر القرارات بتعيين ناس كثيرين وغيرهم، وربما ما قضوش الفترة اللي قضاها الناس دول وهم قاعدين في العراء وبدون أمل وبدون مستقبل. لذلك برفع وهيفضل صوتي يتكلم على الناس دول وعلى غيرهم من اللي ليهم حق لدى الدولة المصرية بضرورة الاستجابة لمثل هذه المطالب. من مشكلة التشغيل لأزمة عاتية، أزمة تذاكر العاملين المصريين في الكويت، أزمة تسببت فيها بعض الشركات السياحية والوسطاء السياحيين، تورطوا الناس دي في إلغاء